من بعد الحجر الصحي رح نشهد انفجار. البنت اللي كانت سكسي شعرها وجسمها دمار وشفافها مثل اللوزي وخدودها وهالشقار وحواجب مثل الرسمي ورموشة مثل ما صار. معكم نبيعة حدارة من أستراليا، وحلقة اليوم أثر وباء جائحة كورونا على السينما والمسرح. أثر وباء جائحة كورونا على صناعة الأفلام في جميع أنحاء العالم وبدرجات متفاوتة، حيث أغلقت دور السينما وألغيت المهرجانات أو أجلت إلى مواعيد مستقبلية. ومع إغلاق دور السينما انخفضت مبيعات شباك التذاكر العالمي مليارات الدولارات، حيث تأجل أضخم أفلام عرض أفلام الأمريكية مثل جيمس بوند، وأيضا أثر على صناعة السينما الصينية وخسرت ملياري دولار أمريكي. لنرى الآن كيف أثر وباء جائحة كورونا على السينما المصرية، وهي الأكثر شهرة بين السينما العربية. وجه فيروس كورونا ضربة جديدة للسينما المصرية التي تشهد تراجعا منذ عقود بعد هيمنتها طويلا على قطاع الفن السابع في العالم العربي. فمن الجزائر إلى بغداد مرورا بدمشق، كان تأثير السينما المصرية ملموسا ومحسوسا في مختلف البلدان العربية على مدى أجيال. وكان العصر الذهبي للسينما المصرية الذي استمر في منتصف ستينيات القرن الماضي، قد أظهر نجوما اكتسبوا شهرة عالمية مثل عمر الشريف، يوسف شاهين، وجميل راتب. لنتعرف على نشأة السينما في مصر، تزامنت نشأة فن السينما في مصر مع بزوغها في العالم، ولم تكن البدايات ببعيدة، فقد جاء العرض السينمائي الأول في مدينة الإسكندرية بتاريخ 5 نوفمبر 1896 بفارق أقل من عامين على العرض الأول في باريس ديسمبر 1895، حيث تم عرض شرائط الأخوة لوميل في بورصة توسون محطة الرمل حاليا، وتم عرض نفس الشرائط. لقد بدأ تراجع السينما المصرية مع توقف الدولة المصرية عن تمويل الإنتاج السينمائي في سبعينيات القرن الماضي وانتشار الأفلام التجارية لأقل جودة. ولكن بحسب خبراء صناعة السينما، كانت للأزمة الصحية الناجحة عن فيروس كورونا تأثيرات غير مسبوقة على الفن السابع المصري. في كل أنحاء العالم دفع الإغلاق محبي السينما إلى اللجوء إلى المنصات الرقمية، وقد انضمت إلى المنافسة محتدمة في هذا المجال منصة واتش اتش المصرية التي أطلقت العام الماضي. لنرى ما أثر وباء جائحة كورونا على المسرح. طبعا المسرح يريد جمهور أمامه، ويكتب المسرح من أجل الجمهور والتخاطب معهم، ولا يستطيع فنانو المسرح عرض مسرحية بدون جمهور، لأن الجمهور يجب أن يتفاعل مع الممثلين ومع الأشياء التي تقال في قصة الرواية المسرحية. لنرى بداية المسرح وكيف كانت سواء في مصر أو كيف أثر في العالم الخارجي. منذ بداية المسرح وعلى مر عصور تطوره، كان الجمهور عنصرا أساسيا في تكوينه ولاعبا حاضرا في إنتاجه، بل تعدى ذلك ليكون مقياسا لنجاح العمل. فالمسرح وعلى خلاف الفنون الأخرى ليس ذاتيا، وإنما يكتب ليمثل على خشبة أمام مجموعة من الأشخاص، ولا يمكن تغييب الجمهور في
أثناء الكتابة، بل يجب تضمينهم ليكون التمثيل حاضرا ومفهوما له تحت شراع أرني ولا تخبرني. يوجد إجماع عالمي على عدم وجود بديل للجمهور الحي والتفاعل المباشر بين الجمهور والكادر المسرحي، ولكن وعلى خلاف الخوف والخطر من المسرح العربي، يبدو أن المسرح العربي وبسبب الأزمة التي يعيشها من قبل كورونا يبدو متحفز أو جاهز للانطلاق بعد انتهاء مشاكل الوباء، ويشهد تروٍ في الكتابة والإنتاج، منبها إلى أهمية إدراك الواقع وما مررنا به من قبل البدء من جديد أو العودة للقديم. معكم